السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة رائعة خاصة بتبييض الأسنان. ترغبين عزيزتي في الحصول على أسنان ناصعة البياض بسرعة، جلبت لكم في هذا الفيديو وصفة بسيطة وفعالة لتبييض الأسنان بأسرع وقت. جربيها وسوف تلاحظين النتيجة بعد استعمالها لثلاثة أيام فقط. بالنسبة للمكونات التي نحتاج في هذه الوصفة، نحتاج إلى العسل، ضروري استعمال عسل النحل، ونحتاج أيضا إلى معجون الأسنان أي نوع تفضلينه. بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة، نأخذ كمية من العسل، ملعقة مثلا من العسل، ونضيف إليها ملعقة أو أكثر من معجون الأسنان. يجب أن تكون كمية معجون الأسنان أكثر من العسل، ونقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم باستعمال هذا الخليط ووضعه على فرشاة الأسنان، ونقوم بتنظيف الأسنان ثلاث مرات في اليوم، بعد ذلك نشطفه بالماء وستلاحظين الفرق بعد الاستعمال الأول. وبعد استعمالها لمدة ثلاثة أيام ستصبح أسنانك بيضاء كالثلج. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا له جيم، تبارطاجيو لا فيديو، تشتركوا في القناة باش يوصلكم ديما جديد القناة. زوروا الموقع شافمريم.com، ايضا موقع شيواتي. الى اللقاء، الى فيديو قادم، حلقة قادمة بإذن الله.